السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. فيديو اليوم بغيت نتكلم فيه على تجربتي الشخصية مع جيل لارنيكا. جيل لارنيكا للأطفال، ونعرفكم على الأنواع والاستعمالات ديال لارنيكا والفوائد ديالها للصغار والكبار. وللاستفادة أكثر تبعوا معايا الفيديو للنهاية وشاركوه مع جميع الآباء لتعم الفائدة. فما هو لارنيكا؟ الاسم بالعربية هو زهرة العطاس، والاسم العلمي أغنيكا مونتانا، وهو عبارة على نبات أصفر اللون كينمو في سيبيريا ووسط أوروبا، وكينمو بالخصوص في المناطق الجبلية، وكينتمي للنباتات اللي كتسمى بالفصيلة النجمية، وهي نفس العائلة اللي كتنتمي إليها زهور دوار الشمس. كيتم استخدام جذور والأوراق ديال زهرة العطاس في المجالات الطبية. فما هي الأنواع ديال لارنيكا؟ فيها أشكال وأنواع مختلفة، كتكون على شكل جيل أو مرهم، كريم، كتكون على شكل زيت أو زيت أساس، وكتكون كذلك كمكملات غذائية. أنا شخصيا جربته كجيل للأطفال، وهو بدوره فيه نوعين، نوع خاص بالرضع ديال 12 شهر فما فوق، والنوع الثاني خاص بالأطفال 30 شهر فما فوق. فالأطفال في هاد السن وفي هاد المرحلة ديال المشي كيكونوا أكثر حركية، كيحاولوا يكتشفوا العالم، شي اللي كيخليهم يتعرضوا للسقوط أو لضرب الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم، إما مع المائدة أو أي نوع من الأثاث أو الجدار أو غيرها. ولاحظوا معايا الأمهات أن الطفل كيتضرب دائما في نفس المكان وعدة مرات، خصوصا الجبهة، فكتكون دائما منتفخة، كيصبح اللون أزرق، كيكون حساس ومؤلم بالنسبة للطفل نتيجة لتمزق الأوعية الدموية. لهذا خص ضروري يكون عندك جيل لارنيكا لزهرة العطاس يكون عندك في البيت، وإلا كنتي خارج البيت يكون دائما في الحقيبة ديالك، ولما تفتحيه وضعيه في الثلاجة لمدة 6 أشهر، وحرصي على غسل يديك قبل وبعد الاستعمال، وضعيه مباشرة بعد تعرض الطفل للحادث. فإذا كانت الضربة بسيطة وخفيفة فالكدمة غتختفي في الحين، وما غتحتاجيش أنك تكرري العملية أكثر من مرة. في حين إذا كانت الضربة قوية نوعا ما، حاولي أولا توضعي الثلج فوق منها ويكون داخل منديل باش ما تسبش ليه في الحروق. ثانيا بالكف ديال اليد ديالك حاولي ترجعي الانتفاخ دون الضغط بشدة، ثم وضعي جيل لارنيكا بكمية قليلة ودلكي تدليك بسيط حتى تحسي به يدخل داخل الجلد. كرري العملية 3 مرات في اليوم، وخلال 3 أيام غتختفي الكدمة أي الزرقية وكأن شيئا لم يكن، غير انتي بعديه على العينين وبعديه على فتحة الأنف. وإلا كان هناك جرح في المكان اللي فيه الحادث ما تستعمليش هذا الجيل فوق منه. فالطفل كيقدر يتشافى بوحده، ولكن غادي يستغرق الأمر من 2 إلى 3 أسابيع مع ألم ومعاناة، ولكن باستعمالك الجيل أغنيكا غيكون الشفاء بسرعة، لأن المكونات الطبيعية النشطة في هذا الجيل ديال زهرة العطاس كتعمل على منع الكدمات وكتسرع من الشفاء
لأن باستعمال ديالها كيتوقف تدفق الدم على الفور وكيحد من الانتفاخ. أما بالنسبة للكبار فعندهم اختيارات في استعمال لغنيكا، استعمال أنواع ديالها بكاملها، إما الجيل أو المرهم أو الزيت أو زيت الأساس، كلهم عندهم فوائد كثيرة. فبالنسبة للرياضيين كتعمل على منع التشنجات العضلية وكتحد منها، كتحد من آلام الظهر، كتساعد على الحد من التهاب المفاصل أي لغتخوز، وكتهدأ الأعصاب في حالات الإجهاد العاطفي، كتقلل من الكدمات والتورم والالتواءات، وكتهدأ الآلام الروماتيزمية. ويمكن لنا نعتبر زهرة العطاس لغنيكا كوسيلة إسعاف أولية لتخفيف الآلام بشكل عام، وكتعتبر حبات ديال زهرة العطاس اللي كتوضع تحت اللسان واللي كتكون بجرعات خفيفة كتعتبر أكثر فاعلية في الشفاء وللحد من الآلام. وزهرة العطاس ولغنيكا عندها استعمالات أخرى بالنسبة للنساء، كتستعمل كذلك باش كتحد من هذاك اللون الأزرق وكتحيده في مرة لكي يكون ناتج عن استعمال الشمع يعني لاسيخ لما كتستعمله النساء لإزالة الشعر من الساقين. كتستعمل كذلك كزيت للشعر للحد من التساقطات، خصوصا إذا كان المشكل كيتعلق بالتهابات فروة الرأس، وكيتستعمل كغسول للفم بامبوش للحد من التهابات اللثة، ولكن ما خصناش نبلعو هاد الغسول. فلغنيكا فيها عنصر نشط له خصائص مضادة للالتهابات ولتحسين الدورة الدموية، وأكدت الدراسات اللي تجرت على الأشخاص اللي كيعانيوا من التهاب المفاصل لاغتخوز في اليدين وفي الركبتين أنهم باستعمالهم لهذا الجيل لمدة تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى 6 أسابيع وجدوا آثار إيجابية، لأنه ماشي فقط هدأ لهم الآلام بل أيضا حسن من حركة المفاصل. لهذا كيمكن استعمال جيل لغنيكا والاستفادة منه، ولكن ماشي يكون بصفة دائمة ومستمرة بل نستعملوه من حين لآخر، لأن كثرة الاستعمال دياله تقدر تسبب لنا في تهيج الجلد أو الإكزيما أو التقرحات أو بعض المشاكل الأخرى المختلفة. إذن كخلاصة، فزهرة العطاس جيل لغنيكا حسب تجربتي مع الأطفال عندها مفعول قوي وسحري وسريع، كيخليك كأم أنك تتهني من رؤية الكدمات والانتفاخات واللون الأزرق على وجه الطفل ولا الركبة ديالو أو اليدين. فهذا الجيل كيكون كالبلسم على جلد الطفل وكيخليه مرتاح دون ألم يذكر. فقط قبل ما توضعي هذا الجيل على المكان المعين جربيه من قبل، إما في الكف ديال يد الطفل ديالو أو لتحت في الرجل لمعرفة هل الطفل عنده حساسية من هذا الجيل أو المكونات ديالو أو لا. كنتمنى أن الفيديو يكون مفيد وقدم لك معلومات حول هذا الجيل السحري. استودعكم الله وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.